على البنات، كديري لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير اختي. شوفوا الاجواء الجديده، شوفوا شوفوا، جينا لهنايا لواحد الفيرما باش ناخذوا ان شاء الله الحولي. هنايا هكا كاين في امريكا، كاينين الفيرمات اللي كيبيعوا الحواله ويبيعوا كل شيء. الفرارة شوفوا البنات، الفرارة شحال فنين غزالين، عرفتي ما كرهتش شي فروج من هادو نديرو عندي في الجرده، والله العظيم خساره والله. ولكن انا عندي كيدخلوا لي القطوط بعض المرات، وعندنا داك الراكون فكنخاف لي ياكلهم. صوت غزال الجود ديال الباديه. يلا الدراري يلا يلا نشوفوا الهيم، نمشيو لعند راجلي. كاين الهيم على السيد هذا، واحد البنات هذا واحد صبليوني واقيل، هو اللي كي عنده هاد الفيرما، وكل عام كنجيو نشريو من عنده. جينا البنات نشوفوا الحولي ديال العيد، وتبارك الله يا اختي شوفوا هاد الفراج ما شاء الله شحال فنين. شوفوا 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 بابيز، شوف يا حليلي يا حليلي يا حليلي، فنين عجبني هذاك الفروج، راه هو يا اختي ما شاء الله. شوفوا شحال زوينين الكري هنايا ثاني، الجو ديال العروبية تماما. شو المعيزات هي تشوفي صافا امين، شو المعيزات يا حليلي يا حليلي، الجو غزال على مزيناتو البنات. حوالا صغير وريني هادو، هادو بشحال هادو؟ تبارك الله، شوف 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 شحال صغيورين، شحال قلتي؟ 350 هادوك، 350 دولار، هي 3500 درهم، هو هذا هو هذا هو هذا، ها هو اللي راسو كحل، زويون. كاين هذاك العجمي الاخر، هذاك العجمي. كاين هو كاين. ها هو ابيض. اللي ابيض كله. هذا هذا. تبارك الله. قولي هو هذا. هذا تا هذا زوين. تا هذا زوين، ما شاء الله. كاين هذا وكاين الاخر. هذا واقيلا عامر بالشحنه كيبان. هو هذا هو هذا ديالنا، هذاك اللي فيه القهوي والكحل. تبارك الله كلهم زوينين خايفين. تبارك الله شو العودان ما شاء الله، كي داير فنين فن ما شاء الله في القهوي على مزينات. على الدنيا البنات كنحمق على جود الباديه، وهنا راه الفيرما تقولي شي بلاصه في الباديه. انتم تبارك الله ما شاء الله، شوف تيعاود لينا الراجل هاد السيد هذا المعرفة ديالنا، عاودنك عنده هنايا 10 ديال القطارات اللي خدا. تبارك الله كانت عنده واحد الفيرما وحده اخرى، وجينا لهنايا وعاد جا لهنايا خداها، شاف فيا واحد الكلب غير نتقنع، راهو واحد الكلب راهو كيشوف. تبارك الله شوفوا البقر العجولة يا اختي ما شاء الله، هانتوما اختي العجولة يا اختي تبارك الله ما شاء الله، فنين فنين فنين. هادشي راه كله كيبيعو تبارك الله، هانتوما هاهما ناضو. عجبك مصطفى امين؟ عجبك هنا؟ تبارك الله ما شاء الله، هانتوما سولو شحال الثمن ديال العجلة سي محمد؟ شحال الثمن؟ 2200 1200 ورخص من المغرب. العجل 1200 مليون و 40000 ريال، على مقارنة صراحة مع المغرب اللي كيطلبوا دابا في الضروبة في العيد 3 ديال المليون 2 المليون ونص، راه هنايا على الأقل هنايا راه مازال مخليين الثمن زوين صراحة. حتى الحوالة دايرين ليهم ثمن مزيان، غير هما صغيورين. وكاينين بحال دابا داك الشكل اللي خدينا حنايا، خديناه 450 دولار، هي 4500 درهم مغربية. لكن العجل صراحة العجل رخيص على هاد الحساب، 1200 مليون و 40000 ريال راه رخيص. الدجاج البنات الدجاج غزال عرفتي اختي،
نعم وليدي. Can you smell that? يا حليلي شو شنو هذا؟ يا حليلي مريزة مسكينة شو كيدايرة شحال زوينة. يا حليلي شحال زوينة وصغيورة. ياه. ناعسة. لا خليها تنعس مسكينة. خليها تنعس. تبارك الله. شو الدنيا زوينة البنات. فرارج يا اختي بغيت يا اختي الفروج وشي دجاجة نديرهم عندي. في الجردة ما غنمشي حتى نديرها وقيله ما غنمشي حتى نديرها يبداو يبختي يبيضوا لي البيض تبارك الله يا اختي ان شاء الله منين نعول نديرو غادي نجي نشريه من عنده من هنايا تبارك الله يا اختي يا اختي يا اختي, اختي الجو غزال راه ما سارحين هادو عنده دايرين هنايا الكلاب حتى وقيله كيبيع حتى الكلاب عزكم الله البنات عزكم الله بيعوا ما كان الناس اللي كيبغيو يربيو الكلاب وداك الشيء قال لي راجلي ناخذوا ليه غير بحال هذا القفص لشي فروج ودجاجه غير بحال هذا القفيس هذا قال لك ما نخافش زعما انت واخا يديروا يجيو القطوط للجرده ولا شي حاجه ما عندهم ما يديروا ليهم على الله تبارك الله يا حليلي يا حليلي شحال زوين فن ما شاء الله ما كيبيعوش البنات قلت ليه نشري شي واحد قال لي ما كنبيعوش كنخليه ليا هادو فين سارحين هادي هذيك هذه مزوقة معيزة هذيك مزوقة بالبيض والقهوي هادو معيزات ياك السي محمد فنين هات والله لا كيعاود لينا دابا كيبني تما هذيك الدار هذيك الدار ديالو ها انتوما تيبنيها بشويه بشويه وكبيره تبارك الله قال لك راه فيها ثلاثه ديال الحمامات وبانيها وسط هذه الفيرما ديالو تبارك الله شاريها بمعرفت شحال من مليار ما شاء الله فيها 10 ديال القطارات ولكن راه زوين راه غير الطبيعه ها انتما ما كاين فيها والو الطبيعه لان هذه هي خدمته كيدير الفيرما باش كيدير فيها تربيه المواشي وكلشي كيبيع تيبيع للناس كيبيع زوينه الدنيا شاهدوا شحال زوينين هاد الفيرجات غيسا مصطفى امين دي معاك لصق لينا على الكليب اش بغيتي دي معاك مصطفى امين كليب ها يدي معاك الكليب زويولين صغورين يا حليلي يا حليلي ويتي 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 يا حليلي يا حليلي سي محمد انا بغيت الكلب اخويا زوين لصقني لي على الكلاب لصقني لي على الدجاج شو هذا اللي صغير هذا اللي تحت لي ها يا ماماهم تبارك الله ما شاء الله شحال كبير والله يلا شوف ما تقيسها شوف ما تقيسهمش كيبيعهم بالفاكسان كلشي ديري ليهم الفاكسان ديري ليهم كلشي كيبيعوهم تقريبا 8000 درهم 8000 درهم بالوراق ديالهم بالفاكسان بكلشي راه زوين الثمن ديالهم بالنسبه لهذا النوع هذا يلا نمشي يلا راي ثانك يو سو ماتش هاي باي باي كوك يلا شوفوا يسلموا عليهم ساكن شو المعيزه تحل فنين تبارك الله ما سخيتش والله ما سخيت كاع ما سخيت زوين الجو والله الا زوين
شحال قال لك هذاك الحواله الصغير؟ شحال قال لك الحواله الصغير؟ 350. هذاك الصغير ولكن الصراحه رخص من المغرب، يعني واخا الثمن 350 دولار، هي 3500 مغربيه، واخا هكاك راه مزيان الثمن بالنسبه للمغرب صراحه. هاي الطارية حتي كيبني فيها زوينة تبارك الله، راه كبيرة بشرعة غادي تقادها. فيها 100 باوند غتكون في قطعتها. يلا البنات غنقول لكم السلام عليكم. الفيديو بقى قصير، مهم شاركت معكم تنهير في مشينا ناخذ الحاولي. ايوا بسلام عليكم، ان شاء الله تنشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.